أجل غضيفة فوقي. بعدين وداني عند الدكتور. لما لقيت خلاني بعد ساعات. عانت نفسيا وكذا لأنها كانت تمشي، وفجأة حصل الله هذا. كل احنا عانينا، أني وأبوها الله يرحمه، كل احنا عانينا من هذه الصدمة. توفى أبوها بسبب فيروس كورونا قبل 6 أشهر، فخلص لم يعد معها أحد هناك على أساس يتابع قصة الطرف، يتابع المركز وكذا.